السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جولة بين المحاصيل الشتوية اليوم 25 يناير 2021. هذا هو حقل البطاطس أو محصول البطاطس. هذه العروة الشتوية وهذه ثمار البطاطس. طبعا هي الثمار البطاطس ثمار درنية. هذا هو العرش أو النبات فوق سطح الأرض. الثمار كما نشاهد هي تحت سطح الأرض، هو تم الإخلاء عليها، يعني احنا خلينا عليها، ويتم دائما للذي لا يعلم وما لوش علاقة بزراعة، هي هذا هو سطح الأرض. هذه النباتات البطاطس إذا قمنا يعني يتم جمعها أو حصادها بالمحراث بمحاريث معينة. إذا قمنا بالإخلاء عنها لكي يشاهدها المشاهد ويتعلم أو كمعلومة. هذا هو العرش، يعني على سبيل المثال هذه بداية تكوين الدرنة وهكذا. الجميل والرائع هنا ان هذه التقاوي. التقاوي هي قطعة من البطاطس، دي التقاوي، تقاوي البطاطس اللي هي اعطتنا كل هذا. يتأمل المشاهد معي، هذه التقاوي التي اعطتنا هذه النبتة، والنبتة التي اعطتنا كل هذه الثمار، يعني هذه الدرنات كلها من هذه النبتة، وهذه النبتة من هذه القطعة، لأن تقاوي البطاطس هي قطعة من الثمرة، يتم تقطيع ثمرة البطاطس. وكما نشاهد هذه قطعة أو هذه القطعة هي التي تقاوي، يعني لما نيجي نزرع العام القادم يتم تقسيم، تقسم هذه الثمار إلى قطع عديدة. يعني إذن هذه هي التقاوي التي أعطتنا هذه النبتة وأعطتنا كل هذه الثمار. القطعة الصغيرة هذه هي التقاوي. وبالطبع هذه الثمار أو هذه الدرنات كذلك، هذه درنة تبدأ في التكوين، هذه الدرنة تبدأ في التكوين كما نشاهد. إذن البطاطس تنمو تحت سطح الأرض. نبدأ في التغطية على هذه الثمار أو الدرنات، نقوم بتغطيتها حتى، لأن عدم تغطية الثمار يجعلها خضراء ولا تصلح للاستهلاك. بعد أن قمنا بالتصوير تم التغطية على الثمار حتى لا تفسد. عن زراعة البطاطس هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. على التأكيد أن البطاطس محصول رئيسي للاستهلاك المحلي والتصدير. طبعا البطاطس عندنا بتزرع في عروتين، العروة الصيفية من يناير حتى فبراير، وفي عروة شتوية. عن زراعة البطاطس هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكراً.